اذا المشاهدين السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي قدموا لكم مباشره من مدينه المحمديه. كما كتشوفوا وقفه حاشده ديال اصحاب التاكسيات الكبيره في مدينه المحمديه على مستوى المحطه ديال القطار. بقاو معنا مشاهدينا باش نعطيكم التفاصيل ديال هذه الوقفه هذه اللي فيها التاكسيات كما كتشوفوا ذات اللون الشيبي والبيض. نعم حين الحرودة والشلالات والنواحي. شكرا. علاش واقفين اليوم؟ علاش الوقفه ديال اليوم؟ علاش الوقفه ديال اليوم؟ علاش الزياده ديال المازوت وعلى الصحب المعدنيه؟ المعدنيه المازوت غلا بزاف ياك؟ غلا بزاف والصحب المعدنيه الناس اللي كتسالي العقد مال المعدنيه كيطالب المعدنيه ديالها. هذه الظاهره ولات يلا ولات بزاف هنايا. ولات كان شي خيوط اللي كتحركها ولا شنو؟ لان كانت الامور عاديه. هناك خفايا ربما في هذاك الشيء. علاش نتوما هنايا اليوم؟ علاش اليوم هنايا؟ والكريمه مالو كنعرف كريمه قدامه ولا كيشد راسك في الاخر ولا ملي كتسالي العقد كيقول لك عطيني الكريمه ديالي، عطيني لاكريمو ديالي باغي نخدمها. وانت دار مثلا 18 عام ولا 20 عام. اييه. غير شي مستغل مسكين. هادشي ما كانش هادشي يلاه ولا. ملي كتقول كتلقى ماشي هاد مول الكريمه باغي يستغلها هو جا وهي خفيه من اللور كما نقولوا. سمسارة لا. سمسارة. سمسارة. كما نقولوا باش ياكلوا كاملة. كل وكل. السيد راسه مسكين تا هو راسه على من. لا اله الا الله. هذه الظاهره هذه واش ولات غير هنا في المحمديه ولا ولات على الصعيد الوطني؟ على الصعيد الوطني. على الصعيد الوطني معروفه هذه دابا. ما كاينش لا شي قانون ولا شي حاجه يعني اللي خاصها تدار باش ما تبقاش تدار. القانون كما كتعرف السخانيه ديال المعدنيه والمستقبل راه غير عرفي. حبيه هذاك الشيء حبي. عرفي. اللي كتلقاني انا كمستغل. وكنلقى السمسار. دار مثلا انا واحد 18 عام ولا كنبقى السمسار في شي عدد هاد المول المعدنيه كيكون مثلا في الشمال ولا كيكون في كيمشي يعطي واحد الثمن بايض عليا انا فهمتي. كيشوف هذاك المول المعدنيه كيشوف هذاك الثمن راه بيمشي ما يعقلش عليا انا. كيفيقوه كما كنقولوا كيجي كيطلب واحد الثمن وكيقول لك عرفتي غتعطيني مثلا 6 مليون ولا كبير انا راه كنت مستغلنا كبير جاو عطاوني 12. وحاليا كاين واحد السيد هو دابا كيطالبوا ب 14 مليون باش يعطيو باش يديروا مع العقد النموذجي. 14 مليون 14 مليون هو معانا. دابا نشوف دابا نشوف ديالو واقف كاين الحالات بزاف. ما كاينش شي حل لهذه الاشكاليه هذه. ما كاينش كتمشي بعض المرات المحكمه كتدخل المحكمه كيحكموا المصالح من المعدنيه كيقول كيعطي المعدنيه مولاه صافي صافي لان داك الشيء عرفي ما يمكنش يدخل. رغم المحكمه راه ما عندهاش الخصاص باش غتحكم المعدنيه لان المعدنيه الخصاص ديالها العماله. نعم النساء اللي كيقول العماله من الوزاره الداخليه. نعم العماله ملي كت هي اللي كتشكل كما كتربي الطرفين هادشي دابا. المشكل اللي كاين كما نقولوا زوين المستغل ولا ما درتيش هذاك الفسخ. نعم ما كيكساريش هذاك المول المعدنيه ما كيكسير ما كيكري حتى شي واحد كما كنقولوا. نعم نعم خصو ضروري يدير لي هذاك الفسخ. فهمت والله يدير شي تاويل ديال الخير. نعاودو نرجعو لكم ناخذو ناخذو شويه المشاهد ونرجعو عند حميد قالت حتى عارف ناخذو المشاهد شويه ونرجعو سير رجع الدوار. اذا مشاهدينا كما كتشوفوا غادي نعاودو نرجعو عند سائق مهني ايضا اللي غادي يتكلم. بقاو معنا في البث المباشر اللي كنقدمو لكم مباشرة من أمام المحطة ديال القطار ديال المحمدية. عدد كبير من المهنيين ديال سيارات الأجرة اليوم اللي كيحتاجو على المازوت اللي غالية المازوت أول حاجة. قهرك باش قهرك المازوت بكل صراحة أخويا. شحال زادت عندك في الشهر مثلا؟ شحال زادت؟ ضروري درتي عملية حسابية. كتزادك 150 درهم في النهار. 150 درهم في النهار؟ كنت كدير 3400 ولا كدير 6000. إذا 150 درهم الا ضربتيها في الشهر ميزانيه راه فايت 10000 درهم. راه فايت جيتي حسابها غتلقى بزاف ديال الفلوس كاع علينا ب 200 درهم في البريز. 200 درهم في البريز. اشرح اشرح للمشاهدين هذا البريز واش راه ما كيفهموش هذا الشيء. 200 درهم 200 درهم بمعنى
زايده زايده 200 درهم وصافي في التسعير. دابا خدامي على السطاسيون اخويا، خدامي على اخر نوج. دابا باش اللي كنصورو كنصور 200 درهم في النهار، كنخدم مع اخر نوج. من الساعه 100 درهم ولا 100 درهم هو اللي خاصو يلقى الحل. هو اللي خاصو يلقى الحل، هو اللي خاصو. دابا السطاسيون كيستافد نص بنص. كنصور انا كنخدم على السطاسيون. واش عارف اليماني؟ كتعرفوا اليماني راه قال باللي صاحب السطاسيون ديال لاسونس كيربحوا في كل ليترو تقريبا اكثر من 3 دراهم في الليترو. اسمع اسمع، 3 دراهم راه يعني رقم خيالي. باعين بزاف، خيالي. كنصور والو، ها؟ باعين بزاف، باعين باعنا 100%. كنصور والو. هاد الساعة هادي من ساعة المازوط، خدامين ساعة المازوط، من ساعة مول الكريمة ومول الطلوبين. زاف. سائق غادي يشد. إذا أش غادي نقولوا على القطاع؟ غادي يرجع للور. للور، أه. ورغم أنه، ورغم أنه واحد القطاع راه مهم. مهم قطاع مهم، قطاع مهم بالنسبه. هضرت على الغازوال، الغازوال اخويا تزادت واحد 150 درهم في النهار، يعني كما قلتي انت واحد 90 الف ريال في الشهر. هذاك الدعم اللي كيعطيونا حنا ديال 44 راه ما كافيش، فهمتيني؟ نعم. من الاحسن يخليو الدعم عندهم ويديروا لنا شي حاجه وينقصوا من المازون، يرجع للوضعيه ديالو، يعطيونا بونات مثلا. شي حلول، شي حلول اخرى مع ديريكتوم ومع ستاسيون، او لا يرجعوا لنا التسعيره ديالنا. شحال الدعم؟ شحال الدعم دابا؟ شحال واصل؟ 2200 درهم الشهر. وحنا ملي درنا واحد العمليه حسابيه كما قلت لك 150 درهم يتزاد ما بين 130 درهم 150 درهم في النهار، راه كتجي واحد 4000 درهم حتى 90000 ريال. دونك هنا خصهم يديروا لنا شي حاجه ان شاء الله. نعاودوا نرجعوا لك، نرجعوا لك، غادي نعاودوا نرجعوا لك. اذا كان هناك بعض المناوشات، بقاو معنا في البث المباشر. إذن بقاو معنا في هذه المشاهد اللي كنقولها لكم من شارع الحسن الثاني بمدينة المحمدية، كما كتشوفوا في الصورة. شحال وصل المازوط اليوم اخويا؟ المازوط تقريبا شي حاجه. تقارتو شويه شحال؟ واحد العمليه حسابيه شحال في النهار اللي تزادت عليكم من نهار تزاد المازوط تقريبا؟ 50%. شي 150 درهم قالوا لي بحال هكا في النهار. اييه دير 100 درهم، دير 200 درهم، يعني 50 درهم. والدعم ما كافيش، الدعم ما كافيش، ما كافيش. واحد قصار قال لك يعطيكم بونات ولا شي حاجه. بناء انا سخرين لقطاعات اخرين اللي كيدعموا غازوال، كيدعم عندهم 9 درهم. اي كي ولا شي بونات ولا شي ما يعطونوش بونات، يعطونا غازوال مهني. غازوال مهني، كتكون ستاسيون ديالو بوحدها ولا شي حاجه بحال هكا؟ شوفوا هما الطريقه كيفاش غيديروا. هذا هو الحل، هذا هو الحل. كاينه مشاكل اخرى من ضمنها الدوريه 400 وين الدوريه 366. اييه بصح الاميات وعدم استمراريه في العقود. اذا القطاع شويه غادي وكي نرجعوا، قلنا ترجعوا للحكومه انها توصل المشاكل. كيتوقف المشاكل كتزيد. الله يدير شي تاويت الخير. بقاو معنا في هذا البث المباشر كما كتشوفوا به الصوره. كما كتشوفوا به الصوره عندنا مهنيين. ديال المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده، كما كتشوفوا بها الصوره كنتواجد حدا لاكار ديال مدينه المحمديه. بقاو معنا في البث المباشر. السلام عليكم. دابا نبغيو نعرفوا شحال تزادت عليكم دابا مع الغازوال؟ تزادوا شحال في النهار؟ تزادت عليكم تقريبا شحال في النهار زياد؟ هاك قول لنا، قول لنا، فهمتي السؤال؟ كمل. السلام عليكم. سلام. بالنسبة للزيادة ديال الغازوال من 9 دراهم، من 9 دراهم ل 15 درهم تقريبا. زاد أكثر من النص تقريبا. تقريبا واحد 7 دراهم ولا 7 دراهم. شنو الاقتراح ديالكم؟ دابا سمعت واحد المهني قال لك، واحد قال لي يعطيونا بونات من الاحسن، واحد قال لك يديروا لنا شي ستاسيون ديال ليسانس خاصه في صحاب الطاكسيات كما دايرين صحاب المرزق. مزيان، شنو الاقتراح اللي مزيان؟ الاقتراح هو يدعمونا ولا ينقصوا لنا داكشي اللي غير. راه كاين الدعم دابا، لا 200 درهم ولا ما عرفتش شنو. بالنسبه لي واخا غادي نعاودوا نرجعوا لكم مشاهدينا، هناك شي حاجه عاجله.
بقاو معنا في هذا البث المباشر. يعني كما كتشوفوا الحجم ديال السيارات العجره الكبيره ديال جميع تقريبا الجماعه ديال جميع كاع الجماعات ديال المحمديه السته، شلالات عين حروده، المحمديه، بني خلف، شلالات. شو بعض المطالب؟ قول لي وحده من المطالب تفضل. اش غنقول لك؟ هاد الناس هادو راه زادوا علينا في المازوط بزاف اخويا. اييه بزاف، كتزاد علينا 70 درهم 80 درهم، حنا ما عا سائقين، ما عندنا لا طاكسيات لا والو، عا كنخدموا. كتزاد علينا 70 درهم. لا خدام انا، خدام. كنخدم كتزاد عليا 70 درهم، شكون اللي غيعوضني فيها؟ حتى واحد. غتزيد على المواطن ومسكين كيشد 2000 ولا 2500 درهم في الشهر. راه ما يمكنش. شنو الحل؟ الحل هو يجي يدعموا ستاسيون ويردوا لنا حنا المازوط 7 دراهم ولا 8 دراهم، هذا هو الحل. الدعم ما خدامش لينا حنايا كسائقين. هل كاين دعم باش المشاهدين يعرفوا كلمة ما عرفش؟ 44 هادشي اللي قالوا كيقولوا 44000 200 220 200 ما عمرني شديت انا شي ريال منها كاع. هادشي اللي كاين. شكون كمل يا اهدر عليه فركع الرمانه. هو السائق المهني بصفه عامه ولا في المحمديه ولا في المغرب كامل مضروب. بالنسبه للدعم كيدي الاغلبيه كيدي مول لاغريمون، الشيفور قليل اللي كيلقى صاحبه مزيان ولد الناس كيعطيه شي حاجه. كاين اللي ما كيعطي منه والو. كاين السائقين هما راه كاين الناس اللي ما كتاخذ والو. ودابا بالسيف راه كاين السياره اللي فيها ثلاثه الشيفور ولا اربعه كيغير لهم. السائق راه بزاف عليه، يعني كلشي كيخلصوا السائق من عنده. شنو هو الحل اللي خصو يكون؟ هو الدوله خصها تتحمل المسؤوليه ديالها. كيفاش غتحمل المسؤوليه ديالها؟ تخفف على السائق ولا تخلينا نزيدوا حتى حنا في الطريفه. كلشي تزاد حتى حنا نزيدوا قدام يخليوه عندهم ونزيدوا حنا 2 درهم او درهم. قال لك داروا شي ستاسيون مثلا خاصه بصحاب الطاكسيات او لا يعطيوكم بونات بدل هذا الدعم هذا. ما كايناش هادشي، ما كايناش هادشي. قالوا لنا دابا قال لك هذو اقتراحات. انا ما لا حد علمي ما عنديش هاد. خص الدوله اللي دير شي قرار. ناخذوا كنموذج. كنموذج الدوله تنقص لنا من المازوط وهي تخلص الشركات ودير معاها. والطريفه على الاقل 10 درهم. شي 10 ولتحت مقبوله. فوق 10 غير الصالح في الطريق. الدعم ديال الستاسيونات. قول عندك ما يتقال. لا لا ابدا. اذا بقاو معنا. بقاو معنا في المشاهد هاتوا كما كتشوفوا موقفين الطاكسيات ديالهم في عز هذا الشمس هذا وفوق ديال الخدمه. علاش؟ لانهم تقهروا كما قالوا. عزيز عطينا باختصار البرنامج ديالكم دابا شنو هو؟ بغينا نعرف شنو البرنامج ديالكم. البرنامج هو غادي شي برنامج في هذه الوقفه. البرنامج هو غادي نعطيو غيكونوا بعض الشعارات ونعطيو الكلمه للاخوان و اذا الوقفه باقا ما بداتش. الوقفه يلاه بدات، ماشي باقا ما بداتش، يلاه بدات، يلاه التحقوا الاخوان اللي كما تسموا. رسميا باقي ما بديتوش في ان شاء الله. راه حيت كانت واحد الاصطدامات مع الناس ديال الامن. اييه على قبل حليتوا هذاك المشكل. الوضعيه الثانيه حلينا هذا المشكل. هذا وقفه احتجاجيه خاصنا خاصهم هما يهيئوا لنا المكان ديال الاحتجاج. شحال ديال الجماعات اللي مشاكين في هذه الوقفه؟ كانت تقريبا شي اربعه ديال الجماعات. اربعه ديال الجماعات. اربعه ديال الجماعات اللي كاينين دابا. كاينه ديال السي موسى. النقابات اللي مديرين هاد. جوج نقابات. كاين جوج نقابات. سيديتي ولا سيديتي؟ شنو سيديتي؟ بقاش متابع دابا اصلا. قولي كتحاول دير الاشهار بيدو حيت دابا انتم باقي ما دايرينش اليافطه. شوف شوف حنا ما عندناش باقي ما دايرينش بحال باش ندير. الله يرضي عليك. ولكن انتم كنحتارموا جميع النقابات حنايا. ما غاديش نحتارم جميع النقابات جميع النقابات وكنحتارموا جميع الاحزاب. دابا انت اللي غتهضر وحنا اللي غنهضروا. الا كنتي انت الصحفي غتصنط لينا حنا. قول لي ما عندك. ما عندك الحق تحتارم اي واحد ولكن ما عندكش حق تكرسي. ولكن علاش قلت وخليني ندوي دابا وخليني ندوي. الا كنتي غتهضر تسالي ولا ترى انايا. يلا سول. الا كنتي انت كصحفي انك تذكر اسماء ديال اي نقابه حنا كنحترموا حنا جميع النقابات ولكن وخليني دابا ندوي. الله يرضي عليك ما تتعاقبش. الا كنتي انت غتجبد هيئات ما كاينينش هنا الا وكتقلب على صداع. الا كنتي كتسلط خاصك تعرف كما الناس ديال الامن او الناس ديال العماله او اي واحد كيجي كيسولك كيقول شكون واقف. ما كيقولش لك واش واقف النقابه الفلانيه. وخلينا نكمل لك دابا. الله يرضي عليك. انت دابا
جيتي ذكرتي اسماء ديال النقابات ما داخلينش غير اي واحد فينا يقدر. وخلينا نكمل وخلينا نكمل ما تحاولش انك تكون على حق, انت على غلط وخاصك تعترف انك على غلط. راك ملي كطرح السؤال واسمح لي, وهذا راه ماشي الشيم ديال الصحافه. الا غلطتي هذا موضوع ثانوي وماشي موضوع ثانوي, موضوع اساسي هذا. الله يرضي عليك, ربما دايره لك هكا نكون واضح. وانت اللي دايره لك, انت اللي شي نقابه اللي احترم شي علاقه كنحترم وجود انك جبت الاسم ديالها هنا, احترم جميع الناس. انت اللي عندك شي علاقه مزيانه مع الجواب. وخليني دابا نجاوب, خليني نجاوب. حنا ديما كنغطيو الاحداث ديالكم. دابا انت واش بغيتي اكثر من هذا؟ انت فيك الصحافي وفيك المواطن وفيك النقابي وفيك المير. لا راه خاصك تصنط, انت صحافي خاصك تصنط. ولكن انت خاصك تجاوب على اي سؤال. واطرح السؤال وخليني نجاوب, ما تجاوبش في بلاصتي. اي شحال ديال الجماعات اللي مشاركين هنا؟ واذكر علاش كرتي النقابات هيئات كرتيهم علاش؟ ما مديريش يا فيطات, انتوما دابا سولناش يا فيطات, راكم ما ديريش يا فيطات. واخا سي عمرو ليا لا سي عمرو بغا يدوي معاك. لا ما يحركوش معايا, لا كمل معايا انا. راه وزير الناطق رسمي هنا, وزير الناطق شنو هو الناطق الرسمي؟ دابا بغيت تخلق لينا حتى مشاكل مع بعضياتنا. هادشي راه ما خدامش لك معانا حنا. حنا راه كتعرفنا العلاقه اللي مع بعضياتنا. بصح حنا نعاودو نديرو واحد بحال بحال نديرو ناطق رسمي, نعاودو نجعدو الدنيا كضرو بخمسه. مزيان هاد القضيه, تفويض. مرحبا سي عزيز على الراس والعين. الله يرضي, الله يدير شي تاويل. حاول انك سي خالد, ما نهضر معك شويه قاصح, ولكن تحتار من حنا وتحتار من الناس اللي واقفين. ما تحاولش انك تخلق لينا مشاكل مع بعضياتنا. الله يجازيك بخير. وانت عزيز علينا, دابا بغينا وخونا وصاحبنا وبديتي معنا من بكري وكتب لي بحال بغيتي دير جنحين وطير علينا. الله يرضي عليك. شد ليه شد ليه شد ليه, جبد زروات احمد صالح. حنا في المغرب غادي كنتخاصموا دغيا كنتصالحوا. اللهم ما نعطيوك المعطيات, لا عطينا النقابه. باش خلينا النقابه, كاين الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل في شخصيه عبد ربيه, وكاين النقابه ديال الاتحاد العام المهني النقد في شخص السي عجيز, كاينين الاخوان ديال جماعه بني خلف الكاتب العام السي رشيد عوينتي, وكاين النقابه ديال عين حروده اللي كاين موسى جباره, وكاين الاخ ادريس الرك, وكاين الاخ عمرو بركات ديال جمعيه التضامن, اللي السي طبيله السي محمد, وواحد العدد ديال الهيئات. رغم ان هذه الوقفه هذه جات شويه مزروبه شويه ومع العواشر ومع داكشي, حاولنا اننا نوصلوا غير الميساج الوزارة الوصية أو للحكومة بصفة عامة. نعم. على هذه الزيادة الصاروخية في المحروقات, وعلى واحد جوج دوريات اللي جات 444 و 336 اللي غادي نحاولوا أننا نشرحوا لكم ونفصلوا لكم في هذه الدوريات. دابا راه جاوا الإخوان نحاولوا نجمعهم, وانتم راه ديروا خدمتكم باش أنكم تشدوا الكلمة اللي غيعطيوا الإخوان. نعم. وإن شاء الله غادي نعطيكم تصريح مفصل من اللي غادي نساليوا الكلمة. إن شاء الله. شكرا, شكرا على التوضيحات. كنتمناو لهم التوفيق في الوقفه ديالهم. تحيه لجميع النقابات بطبيعه الحال. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقدموا لكم مباشره من شارع الجيش شارع عفوا الحسن الثاني بمدينه المحمديه اللي كتعتبر من اهم الشوارع بالمدينه. اذا راكم عرفتوا النقابات اللي منظمه هذه الوقفه هذه. الوقفه كتنظم من اجل حل عدد كبير من المشاكل والاكراهات اللي كيعاني منها السائق المهني. اذا كما كتشوفوا الان بعد الشعارات والهتافات. Yeah.
يا مشاهدين بقوا معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من مدينه المحمديه. وقفه احتجاجيه لسيارات اجره صف كبير. مشاهدينا في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم مباشره من مدينه المحمديه شارع الحسن الثاني كما كتشوفوا بالصوره. عدد كبير من التاكسيات ديال مختلف الجماعات تابعه لعماله المحمديه كما كتشوفوا معنا ايضا رجال الامن مشكورين على المجهودات ديالهم من اجل تامين وتنظيم هذه الوقفه هذه باش ما تخرجش على. اذا بقاو معنا في البث المباشر نسمعكم بعض الشعارات اللي كيرفعوها هاد المهدي. سياسه طبقيه سياسه طبقيه هي الحجره بالعربيه هي الحجره بالعربيه هي القهره بالعربيه هي القهره بالعربيه هي الحجره بالعربيه هي الحجره بالعربيه هي القهره بالعربيه هي القهره بالعربيه. ولا اصلاح لا تغيير لا اصلاح لا تغيير ولا اصلاح لا تغيير لا اصلاح لا تغيير. هضره وندير ندير هضره وندير ندير هضره وندير ندير هضره وندير ندير. ولا اصلاح لا تغيير ولا اصلاح لا تغيير ولا اصلاح لا تغيير ولا اصلاح لا تغيير. الهضره وندير ندير الهضره وندير ندير الهضره وندير ندير الهضره وندير ندير. هي الحجره بالعربيه هي الحجره بالعربيه هي الحجره بالعربيه هي الحجره بالعربيه هي القهره بالعربيه هي القهره بالعربيه هي القهره بالعربيه هي القهره بالعربيه. إذا مشاهدينا غادي تتابعوا معنا هذا الوقفة الاحتجاجية على عبر الصفحة الثانية ديالنا اللي هي ام بي لايف بعد قليل. إذا غنوقفوا البث ونعطيو فرصة للمشاهدين ديالنا أيضا في الصفحة ديال ام بي لايف. إذا في أقل من دقيقة تابعونا على ام بي لايف في الفيسبوك. إلى اللقاء.